ابتسام شواش مراسلتنا من العاصمة الجزائر. ابتسام، كيف بدأ تصويت المصريين في ثاني أيام تصويتهم حيث أنت في العاصمة؟ إن المتواجدة دائما في سفارة مصر بالجزائر العاصمة ثاني أيام التصويت شهدت إقبالا للجالية المصرية هنا، وننتظر توافد مصريين آخرين. الأمور التنظيم تسير في أفضل الأحوال، الأمور تصعد الدقيقة أو الثواني المعدودة نظرا للتنظيم الموجود من قبل اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية. طبعا مجموعة من المصريين تنقلت من مختلف المحافظات الجزائرية البعيدة، بما أنه السفارة كانت قد سلمت معظم أفراد الجالية للتنقل بقوة إلى مقر السفارة، حيث لا توجد قنصليات أخرى تتنقل لها الجالية المصرية المقيمة هنا بالجزائر، وهي مطالبة بالتواجد في السفارة لإجراء العملية الانتخابية. طبعا في الساعات الأولى سجلنا توافد بعض الناخبين، وننتظر وصول أفراد من الجالية خلال الساعات القليلة المقبلة. ابتسام شواش مراسلتنا من العاصمة الجزائرية، كنت معنا، أشكرك شكرا جزيلا.